لأن دور المدرسة لا ينحصر في الدرس والمعرفة ويتعداهما إلى بث الحياة والحب في المجتمع، فقد أقامت الثانوية الوطنية الأرثوذكسية ماريليا سلمينا المهرجان السنوي الثاني للزهور بعد أجواء صعبة مرت بها مدينتا المينا وطرابلس من أحداث أمنية استهدفت المنطقة أخيراً. ومن خلال مسيرتهم في قسم من شوارع المينا موزعين الأزهار على المارة بصحبة فرقة موسيقية، عبر طلاب الحلقة الأولى عن هذا الهدف. هذا العيد كتير حلو، اليوم أحلى يوم بالعالم، وإن شاء الله يضلوا لونان الزهار. إشارة إلى أن المدرسة قد بدأت هذا النشاط منذ السنة الماضية في مطلع الربيع تعبيراً عن انتصار الحياة على الموت، ويعكس هذا المهرجان دور المدرسة تجاه المجتمع ككل.